السينما هي الوسيلة اللي اتفقت عليها الشعوب عشان تعرف غيرها وتشغل وقتها، وتحولت مع الوقت لشغف تاه ما بين الحلو والوحش. والسينما بكل بساطة بتعبر عن وجهات نظر مختلفة، وعشان كده نزلنا لوسط البلد عشان نشوف ايه هي وجهات النظر دي، وبالتحديد في سينما زاوية. وسط البلد منطقة فنية بطبعها، كانت وما زالت مقصد كتير من الأدباء والفنانين، زواياها مزغرفة بحواديت كتيرة عن الفن والثقافة. واحدة من الزوايا دي هي زاوية سينما أوديون وسط البلد. الهدف من زاوية ان احنا نخلق شعبية فيلم مستقل في مصر بشكل عام، نبعد عن الشكل الجماهيري. بنجيب نوعية أفلام مختلفة من جميع دول العالم، أبسطها الأفلام المصرية اللي هي الأفلام القصيرة، وبنشتغل على الأفلام الرواية الطويلة والأفلام التسجيلية ونوعية كتير من الأفلام، وبيكون في ورش عمل زي كتابة السيناريو وورش إخراج وورش تمثيل. قاعات زاوية كل اللي فيها 170 كرسي، ورغم كده بتجذب جمهور عريض ومن الشباب تحديدا، وبتتملي لاخرها اوقات العروض الاولى للافلام اللي بتكون مصحوبه بمناقشات بعد العرض مع صناعه من المؤلفين والمخرجين. شو بتساوي؟ لا ماشي، خدي هذا القميص اقول لي اياه هيك انت بتشعري حالك انك انت المره. لكن هل نقدر نقول ان زاويه حققت هدفها فعلا اللي عايز توصل له رغم انها مغموره ومختلفه عن بقيه السينمات؟ لا ما حققتش ده، بس هي عملت الخطوه لطيفه ان هي بدات تعرض افلام زي دي في السينما. ده ما كانش بيحصل في حته ثانيه عامه، انها تجيب افلام قديمه وترجع تكتشف مخرجين تانيين. دي حاجه لطيفه، بس هي ما حققتش الهدف المذكور. الناس الصغيرين هم زينا اللي في 20-25 سنه كده، الناس بقت بتقبل على الكلام ده. انا شايف ان لسه الطريق قدامهم طويل قوي، ما لسه ما عرفوش يحققوا اي حاجه من الاهداف المطلوبه. وعلى الرغم من اختلاف الاراء حول الهدف من سينما زاويه وتحقق ولا ما تحققش، ولكن لمعة عيون الشغوفين بالفن السابع بتقول ان السينما رجعت وان مهدها هو سينما زاويه. بسام محمد، جامعه القاهره.